السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معلومة للجميع ونصيحة، أي شخص يدخل الصناعية يشتري سيمان قطع غيار من الوكالة، رجاء والله نصيحة إني ما يخوز على القطع غيار. هذا قطع غيار إما إني يشل عندي إذا كان السيارة ما جاهزة للتركيب سيمان قطع الغيار، أو إنه يعني يتصرف، المهم أو إني ينتظرهم إلين يركبوه. في موقف صراحة حصل لي اليوم واكتشفت بأن بالفعل الشخص جايب سيمان من قطع غيار، يعني جايب سيمان من الوكالة، وبعد شوية كذا مال 10 دقائق رحت أنا أجيب السفايف واستغربت أن الهندي يدور قطع غيار مرة ثانية نفس السيارة، رغم أن هذاك مشتري قطع غيار من السيارة. المهم بعد المدار كله كامل اكتشفت أن هذا الهندي شل قطع غيار، وللعلم ترى الوكالات عنده خبر وهي تستقبل الوكالات. طيب، وخط المعلوم بأن الأغراض يجيبوه من خلف ويدخلوه للوكالة ويسترجع الوكالة ويعطيوهم نص قيمته أو أقل، ويركب لك سيمان اللي هو قطع غيار يا أما إنه مستعمل أو تجاري. أنت بتجي بعد سنوات أو بعد فترة تقول المكينة برجع مرة ثانية، أو إنه مثلا سيلات مبدل في السيارة. فالعموم نصيحة، والله نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تخلي سيارتك في الصناعية وقطع غيار جاب لنا من الوكالة وتخليه وتروح عنه. هذه نصيحة ترى حصلت وايد كثير، والبعض يشتكي، في بعض مصلح مكينة على 900 ريال، عندك واحد برادو مصلحنا ب 900 ريال، واكتشف بعد فترة دخن السيارة، لما بطلوا قال له أنت مركب أصلا قطع غيار كل هذا تجاري، قال أنا جاب لنا من الوكالة وعندي فاتورة. طيب، فالبنغالية أو الوافد، أي وافد، ما أنا ما أطري شخص عام سواء كان هندي باكستاني، المهم أي شخص وافد في الصناعية اللي صلح بالصناعية يشلوا القطع غيار ويسترجعون الوكالة. فانتبهوا رجاء، انتبهوا، هذه نصيحة لوجه الله، انتبهوا يعني.